ينضم إلينا الآن من العريش مباشرة الزميل محمد عبد الصبور مراسل النيل للأخبار. محمد، بعد التحية أطلعني على أهم تطورات الأوضاع لديك. صباح الخير ماجدة، صباح الخير على مشاهدي قناة لي الأخبار في كل مكان. يمكن بالأمس كان هناك تفاعلات سياسية وعسكرية كبيرة داخل قطاع غزة تلقي بظلالها بالطبع على ملف المساعدات الإنسانية والعملية الأبرز التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالأمس وبدأ يتغنى بها طوال الليل باعتباره انتصار، وبدأ بنيامين نتنياهو ينتشي بهذه الفرحة الكبيرة، وربما حركة حماس أفسدت هذه الفرحة بالأمس بتصريحات عندما أكدت أنه إذا بالفعل نجحت إسرائيل في يعني استرداد 4 محتجزين إسرائيليين وسط عمليات عسكرية كبيرة قام بها جهاز الشباك والمخابرات الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن يعني تخليص 4 محتجزين، وأيضا أدت إلى مقتل واحد من الضباط الكبار الإسرائيليين وهو قائد فرقة اليمام وهي الفرقة المتخصصة في إسرائيل في مكافحة الإرهاب. حركة حماس قالت أن هذه العملية أدت إلى أيضا مقتل وإصابة عدد آخر من المحتجزين، بالإضافة إلى أن حركة حماس أكدت على أن هذه العملية ربما يكون لديها تداعيات كثيرة وتشكل خطورة كبيرة على ملف الأسرى، وهذا ربما يعزز قيام مظاهرات كبيرة في تل أبيب بالأمس تطالب بضرورة العودة إلى المسار التفاوضي، وبالتالي يعني عودة هؤلاء المحتجزين عن طريق المسار التفاوضي ووقف إطلاق النار وبنسمى صفقة، لأن في النهاية هؤلاء الأسرى المتبقيين وعددهم 120 أسير ستشكل هذه العملية خطورة على حياتهم. على أي حال فيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية، صباح اليوم عبر ما يزيد على 100 شاحنة من معبر كرم أبو سالم بها مواد غذائية وطبية، ولكن هذا العدد الذي دخل عبر يعني معبر رفح مرورا إلى أو بوابة معبر رفح مرورا إلى كرم أبو سالم، هذا العدد ربما لا يصل بالكامل إلى داخل قطاع غزة، حيث أن هناك تعنت كبير من جانب إسرائيل ربما تسمح بمرور عدد أقل من هذه الشاحنات التي دخلت. وتعلمي مدى الحاجة الماسة لمثل هذه النوعية من ربما المستلزمات الطبية والغاز والسولار، لا سيما بعد طبعا حادث الأمس في مخيم النصيرات والذي أسفر عن ما يزيد على 210 شهداء وأيضا ما يزيد على 400 مصاب، وكان هناك عجز شديد يمكن في تيسير سيارات الأسعاف لنقل الجرحى والمصابين لعدم وجود الوقود من جانب، بالإضافة أيضا إلى عدم وجود مستلزمات طبية في المستشفيات التي تتعامل مع الجرحى والمصابين، وبالتالي هذه المساعدات ربما يستخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي لتشكل ضغطا على حماس. كان من المفترض أن ترد حماس بالأمس على ما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، ولكن ربما أرجأ هذا الرد بعد عملية النصيرات بالأمس، وأيضا كان هناك من المتوقع أن يقوم الوزير جانتس بتقديم استقالته بالأمس أيضا تم إرجاعها. إذن التفاعلات السياسية والعسكرية في النهاية تتداخل مع ملف المساعدات الإنسانية، ولكن لليوم ربما 15 على التوالي يفتح معبر كرم أبو سالم أبوابه بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، وأيضا لليوم 32 يغلق معبر رفح أبوابه أمام تدفق المساعدات، وذلك بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على البوابة من الاتجاه الآخر. نعم مجدة، أشكرك محمد عبد الصمد على هذه المتابعة، وبالتأكيد لنا المزيد من المتابعات على مدار اليوم معك، شكرا لك.